إلى ذلك، فقد عبر عائلات وأهالي الجزائريين، الشباب الجزائريين الخمسة المفرج عنهم من طرف القضاء التونسي، والذين عبروا عن فرحتهم بعدما تم إطلاق سراح أبنائهم في ميكروفون زكريا منتح. أجواء الفرح إن شاء الله عمت بلدية البيرين كما عمت ولاية الجلفة كما عمت الجزائر من الشرق الغرب ومن شمال الجنوب. في هذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل، الشكر لكل من ساهم في متابعة القضية من بعيد ومن قريب. توحشنا خاوتنا، غدوة إن شاء الله نستقبلهم استقبال حار، ونشكر جميع السلطات جميع القنوات واللي ساهم من صغير للكبير، نشكروا كاع الناس. لما سمعنا هذا الخبر ريحنا شهر وإحنا في العذاب، واليوم الحمد لله علينا جوليتنا بسلامة، وكثر خير الرجال وكثر خير سكان البيرين كامل بما فيها كبير وصغير بدون استثناء. نحن نعيش فرحة عارمة بفضل إطلاق سراح أبنائنا أبناء الحي، وهذا بفضل الله وبفضل مساندة الشعب الجزائري برمته وأبناء البيرين خاصة. جوتونا وليداتنا، صحتونا دنيعاتنا، نحيتونا حورتنا، الله يبعد بليكم، الله يحفظكم كبير وصغير، اللي ناضوا معنا ان شاء الله راهم قاع معاه.